موعد يتكرر كل سنة، إنه أول أيام الدخول المدرسي لسنة 2021-2022، أول يوم للتلميذات والتلاميذ داخل أقسامهم الدراسية. هنا بثانوية ريف الإعدادية بمدينة بركان يلتحق جل الأطر التربوية من مدير وأساتذة وموظفين. أغلب التلميذات والتلاميذ مستعدون للشروع في دراستهم بكل حماس بعد انقضاء العطلة الصيفية. اليوم اوني لو 1 اكتوبر غادي نبداو مع التلاميذ ديالنا ان شاء الله تقويم ديال تحصيل الدراسة العام اللي داز. كنعرفوا بلي كانت كاينه الجائحة وما التلاميذ ما تمكنوش يكملوا كاع المقررات ديالهم، واليوم نحاولوا بعدا نشوفوا غير شويه ديال داك التعثرات اللي كانت عندهم ونحاولوا نصلحوها قدر الامكان ابتداء من اليوم وثلاث الاسبوع المقبل ان شاء الله. نحن كجمعيه كشركاء للمؤسسه التعليميه منذ بدايه التحضير للموسم الدراسي حاولنا نساهموا الى جانب الاداره التربويه في توفير ظروف ملائمه للتلاميذ من اجل انجاح هذا الدخول المدرسي. طبعا نظرا للظروف التي نعيشها ظروف الوباء، إذن حاولت الجمعيه ان توفر كل ما تحتاجه المؤسسه من مستلزمات من اجل تحقيق التباعد الاجتماعي من خلال معقمات، من خلال ممرات خاصة بالتلاميذ، كما حاولنا توفير استعمالات الزمن للتلاميذ من خلال قيام بعملية النسخ. وأيضا حاولنا اليوم فاتح أكتوبر أن نحضر باكر إلى المؤسسة من أجل مساهمة في تنظيم دخول التلاميذ وفي القيام بالإجراءات الضرورية من أجل مواكبة هذا الدخول المدرسي. وبالتالي الحمد لله مرت عملية دخول التلاميذ في ظروف جيدة جدا من خلال تضافر جهود الجميع، والتحق التلاميذ بشكل طبيعي وبشكل سلس إلى أقسامهم، وقد شرع السادة المدرسون في القيام بمهامهم. طبعا نتمنى لجميع أبنائنا التوفيق والنجاح، ولجميع الأطر وأسرة التعليم سنة دراسية موفقة. اليوم جينا المدرسة كأول يوم دراسي لنا، تقبلونا بحرارة وإن شاء الله في احترام التدابير الوقائية، وكنتمنى التوفيق لكاع التلاميذ فين ما كانوا فين ما تواجدوا. أنا فرحانة اليوم حيت رجعنا كنقراو، وحيت شهر وحنا جالسين في الدار، وتوحشت الزملاء ديالنا والأساتذة ديالي. هذا هو أول يوم في الدراسة نتاعي، كان يوم ممتاز، استقبلونا الأطر التربوية بشكل جيد والتقيت بالأصدقاء نتاعي. اليوم نحن سعداء بتحقيق شعار الدخول المدرسي 2021-2022 الذي يصب في من أجل نهضة تربوية رائدة لتحسين جودة التعليم. هذا الشعار الذي يصادف الفاتح أكتوبر 2021 بحالة وبائية في البلاد لا زالت مستمرة، الأطر التربوية الإدارية قامت بكل المجهودات ديالها لإنجاح هذا الدخول المدرسي فيما يتعلق بتوفير المعقمات وأيضا الواقيات الكمامات. نحن سعداء اليوم باستضافتكم عندنا في المؤسسة. هذه الاستضافة التي تأتي قيمة مضافة من شريك استراتيجي ألا وهو الإعلام. نحن عازمون على إنجاح هذا الموسم الدراسي في كل محطاته واستحقاقاته. أشكر القائمين على السهر على إنجاح استحقاقات الدخول المدرسي، السيد المدير الإقليمي سي عبد المجيد بوفرعة الذي ما فتئ يزور المؤسسات ليشد على أيدينا ليذلل الصعاب لإنجاح الدخول المدرسي. أيضا لا ننسى السيد مدير الأكاديمية سي محمد الديب اللي أبان على حنكة في التسيير الإداري، وهو ما نستمد قوتنا التسييرية من خلاله. هذا الموسم الدراسي الذي جاء في ظروف استثنائية تستوجب مجموعة من الإجراءات الاحترازية كالتعقيم وتحقيق التباعد الاجتماعي. يذكر أيضا أن عملية تلقيح المتعلمين لا تزال مستمرة إلى غاية تحقيق مناعة جماعية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.